بعد تدمير خطوط الطوارئ للتيار الكهربائي للناحية، أعلن مدير ناحية يثرب عدم إمكانية تأمين ماء الإسالة بالقدر المطلوب للعائدين إليها، فضلاً عن زيادة احتياجات المياه. حقيقة عن قطاع الماء توجد لدينا شحة كبيرة في المياه الصالحة للشرب، لسبب هو أنه مشاريع الماء سابقا تعتمد في تشغيلها على خطوط الطوارئ، فتحصل على ساعات تشغيل من 20 ساعة على أقل تقدير من أصل 24 ساعة. وبعد أن دمرت خطوط الطوارئ بسبب احتلال عصابة داعش الإجرامية للمنطقة، أصبحت هذه المشاريع تعتمد في التشغيل على الكهرباء الوطنية، والكهرباء الوطنية هو غير خافي على الجميع أنها متعثرة وساعات التجهيز قليلة، وبالتالي هذه المشاريع لا يمكن أن تؤمن إيصال الماء المطلوب بالكمية الوافية للمواطنين، إضافة إلى أنه جميعها هي صيانة طارئة من خلال المنظمات، وبالتالي كفاءتها لا يمكن أن تكون بنفس القيمة وبنفس المستوى قبل عام 2014، إضافة إلى حاجة المواطن اللي ازدادت أكثر من ضعفين، وجميع هذه عوامل أدت إلى زيادة في الاحتياج وقلة في التجهيز. ونحن ساعون بإذن الله من خلال اللقاء بالأخوة المعنيين بزيادة ساعات تجهيز الكهرباء لغرض تأمين إيصال الماء الصالح للشرب. نطلب من المواطن الترشيد والاستهلاك، نطلب من المواطن الابتعاد عن التجاوز عن خطوط النقل الرئيسية، نطلب منه الترشيد حماية لزملائه وأخوته المواطنين البقية لضمان توفير المياه بأكبر كمية ممكنة. فيما بين القائمون على دائرة ماء بلد قيامهم بإيصال الماء الإسالة إلى منطقة حي الأمين الزراعي بعد تكرار معاناة القاطنين في المنطقة وإصابتهم بعدة أمراض نتيجة استخدامهم الماء المالح. قامت مديرية ماء بلد بكادرها المتألف من الأستاذ قاصد واستيقاظ مقام بلد الأستاذ عامر مرهون بإيصال الماء إلى حي الأمين والزراعي وحي الانتصار الحج جامع الحمزة خلال 72 ساعة بعد قطاع دامة تقريبا 3 سنوات من الحرب الداعشية على مدينة بلد. والله فرحوا وترحمونا وكيفوا بالمسؤولين على هذا المشروع الجديد، وكانوا يعانون من الماء المالح، وصار حتى عندهم حكة بلغونا بالحكة هاي من الماء المالح، فوصل الماء إن شاء الله بأسرع وقت خلال 72 ساعة. المياه سر الحياة، وحياة ناحية يثرب لا تشهد استقرارا بسبب شحة المياه فيها. من قضاء بلد لفضائية صلاح الدين، علي البلداوي.